احنا واقفين دابا، احنا في مجرد مرات جمع مرات فرش. احنا دابا عندنا نصفين، كاين الناس اللي مستافدين هنا عندنا وكاين الناس اللي ما مستافدينش. الناس اللي مستافدين يدخلوا الحوانت ديالهم، احنا ما عرفناش المصير ديالنا كي داير. كاين الناس اللي استافدوا، كاين الناس اللي جاوا غير في النهار ديالو الاول استافد هنا في هذا سميتو، جا لقاني هنا استافد. كثار اكثر يا راه استافدوا، مازال ما عندهمش كاع حتى شي حاجه في شي دومين ولا شي حاجه. ما عرفناش علاش انا مشيت للسيد باش هو عطاني طلب، سنا عليا. ها هو في 94 في 2000 في 94 والو مازال ما لحد الان مازال ما شنات شي حاجه. كاين الناس هنا اللي استافدوا في هاد الديور شيوخ هادو مازال تنعرفهم انا، ما فاش كنت انا في هاد البلاصه هادي مازال ما كانش يبانو هنا كاع. كاين الناس استافدات بالحوانت ديالهم، حنا غادي نستافدو ما استافدناش. وغاديين وصافي. ويقول لك شي حاجه زعما شي معيشه الكرال ما ضو شي معيشه زعما اللي هي راه مزيانه ما كايناش. غاتقدر تلقى المشكل مع مول الكرا. دابا ما خالصش هما الاوراق ديال الضو هنا عندي، ما خالصش عندي 9 شهور ديال الموضوع. الكرا ما خالصش 7 شهور ما خالصش. ولا اله الا الله وصافي. الرسالة ديالي هما يعاودوا النظر في هذا الشيء هذا وغادي يشوفوا راه كاين الناس اللي يستحقوا هنا هذه المبادرة، كاين الناس اللي يستحقوا يستافدوا هنا. راه كثار كثار ماشي غير انا اللي كاين، راه مني عدد. كاين اللي ما تيعرفش الدومين ما تيعرفش يدير سميتو، كاين اللي واقف راه ما لقى ما يدي لولادو ياكلوا. مشاهدينا على اشواق تي في، اهلا ومرحبا بكم. اليوم كما كتشوفوا معنا حنا ما كنتواجدوش بالحروب او بالامكنه اللي فيهم الحروب، ما كنتواجدوش في غابه، فحنا في القلب ديال عاصمه زيان مدينه خنيفره. وكما كتشوفوا معايا من ورائي يعني كاينه هذه النقطه السوداء اللي هي عبء على كل خنيفري وعبء على كل الساكنه ديال خنيفره اللي معروفه بالناس اللي دازوا فيها، معروفه بزاف ديال الناس اللي عطاو الوطن العديد وحاربوا من اجل الوطن. نذكروا على سبيل المثال يعني الاسطوره محو حموز الزياني، وكذلك في المجال ديال الفن اللي عرف المدينه ديال خنيفره اكثر وعرف الاطلس والامازيغ السي محمد درويشه رحمه الله. اليوم جينا باش نسلطوا الضوء على هذه النقطه السوداء اللي كما كيقولوا الناس عام هذه، وهي في هذا الشكل ولا من يحرك ساكنا. اخي شحال يعني انت كنت من بين الباعة المتجولين اللي كانوا في هذه البلاصه هذه في ساحه الشهداء، شحال ديال المده وهما يعني ردوها في هذا الشكل هذا؟ مده تكون ديك 8 شهور، 8 شهور هذه 7 شهور هذه. جاوا كاينين اللجنات يدوزوا عندنا هنا، دازوا عندنا كاين مبادره. شفت عند السيد الباشا عطاني طلب، ها هو سنى لي طلب، تنتسناو ديك الاستفاده، مازال ما جانا حتى شي حاجه. راه هاد الساحه هادي كانت عايشه فيها تقريبا ما يزيد عائلات هما عايشين، منهم كاينين الدراري معايا هنايا، كاينه شي 28 كاينه شي 28 واحد هنايا مازال ما مستافداش. يعني انتوما كنتو كتبيعوا في هاد الساحه وكان مصدر الرزق ديالكم من هاد الساحه؟ كنا خدامين في هاد الساحه هادي، خدامين مزيان، تندوا الدري ديالنا ماكل وتندوا من لهنا كلشي، مخلصين الكرا الماء الضو من لهنا. راه ملي ردوا هاد الساحه في هاد الشكل هذا فين مشيتو نتوما؟ حنا واقفين دابا، احنا في مجرد مرات جمع مرات فرش. احنا دابا عندنا نصفين، كاين الناس اللي مستافدين هنا عندنا وكاين الناس اللي ما مستافدينش. الناس اللي مستافدين يدخلوا الحوانت ديالهم، احنا ما عرفناش المصير ديالنا كي داير. يعني بالنسبه حتى لذوك الطبالي ديال المبادره يعني ما استفدتوش منهم؟ ما استفدنا لا الطبالي ديال المبادره لا حوانت لا حتى شي حاجه لحد الان، مازال ما استفدنا حتى شي حاجه. عندنا معلومات بانه كاين واحد السوق نموذجي هنايا في مدينه خنيفره بالقرب من المارشي، يعني ذاك السوق النموذجي واش ما استفدتوش منه حتى هو؟ كاينين بزاف ديال الحوانت وبزاف ديال الناس اللي استفدوا في ذاك السوق النموذجي. كاين الناس اللي استفدوا، كاين الناس اللي جاوا غير في النهار ديالو الاول استفد هنا في هذا سميتو، جا لقاني هنا استفد. كثار اكثر يا راه استفدوا، مازال ما عندهمش كاع حتى شي حاجه في شي دومين ولا شي حاجه. وعلاش انتم يعني كنتم بين الناس القدام اللي هنايا وما استفدتوش؟ الله اعلم، ما عرفناش علاش. هذا الشيء اللي بغينا نعرفه، ما عرفناش علاش انا مشيت للسيد باش هو عطاني طلب، سنا عليا. ها هو في 94 في 2000 في 94 والو مازال ما لحد الان مازال ما شنات شي حاجه. يعني تسجلتي حتى انت فاش كانوا الناس كيتسجلوا باش انهم يستافدوا، تسجلتي حتى انت من بين الناس؟ تسجلتي، راني مسجل البطاقه ديالي ديال سميتو هاي، البطاقه ديالي ديال الجمعيه. قول لك غادي نعطيوكم هنا في هذا هنا في هذا سميتو واحد شي سوق نموذجي هنا غادي يفرشوا لنا هنا.
كاين الناس هنا اللي استافدوا في هاد الديور الشيوخ هادو مازال تنعرفهم انا ما فاش كنت انا في هاد البلاصه هادي مازال ما كانش يبانوا هنا كاع. كاين الناس استافدات بالحوان ديالهم، حنا غادي نستافدوا ما استافدناش. عندك شي وليدات اش؟ عندي الوليدات. انت الان واقف؟ واقف. غنجيو نقدروا النهار اللي نديو شي حاجه من النهار ما نديوش نهار ولا اله الا الله وصافي. شنو كتوكل لوليداتك؟ البركه ديال سيدي ربي، غتقدر تجي تبيع تليفون تاكلو وتسنى حتى تدبر على تليفون اخر تبيعو دير لهم ياكلو وتسنى عاوتاني تقدر تبيع باتري تقدر تبيع شارجور تقدر، المهم البركه ديال سيدي ربي باش غاديين وصافي. يعني انت ملي كتدخل المنزل ديالك ويديك خاويين على وليداتك باش كتحس؟ لا اله الا الله، هز من هنا اعطي لها ده حيد من هادي اعطي لها هادي المهم وغاديين وصافي. ويقول لك شي حاجه زعما شي معيشه الكرال ما ضو شي معيشه زعما اللي هي راه مزيانه ما كايناش. غتقدر تلقى المشكل مع مول الكرا. دابا ما خالصش هما الاوراق ديال الضو هنا عندي ما خالصش عندي 9 شهور ديال ما وضو. الكرا ما خالصش 7 شهور ما خالصش. ولا اله الا الله وصف. والان يعني الرساله ديالك للمسؤولين على هذه البلاصه هذه والمسؤولين يعني اللي حلوا دوك الحوانت واستفدوا منهم الناس، شنو الرساله اللي تبغي تقدم لهم؟ الرساله ديالي هما يعاودوا النظر في هذا الشيء هذا وغادي يشوفوا راه كاين الناس اللي يستحقوا هنا هذه المبادره، كاين الناس اللي يستحقوا يستافدوا هنا. راه كثار كثار ماشي غير انا اللي كاين، راه مني عدد. كاين اللي ما تيعرفش الدومين ما تيعرفش يدير سميتو، كاين اللي واقف راه ما لقى ما يدي لولادو ياكلوا. وهذا الشيء اللي كاين اخويا. السلام عليكم. شكرا اخي. يعني كما شفتوا مشاهدينا على اشواق تي في، كانت هذه قصه اخرى من بين قصص ومن بين الاحداث اللي وقع هنايا في مدينه خنيفره. بزاف ديال الناس يعني كيقولوا ان هذا المكان هذا كان هو المصدر ديال الرزق ديالهم، كانوا كيفرشوا فيه، والان بعد ما ولا فهاد يعني نقدروا نسميوها فضيحه بمعنى الكلمه، وبقلب مدينه خنيفره يعني الناس ما لقاو ما ياكلوا، الناس ما استفدوش من السوق النموذجي. الى هنا مشاهدينا على اشواق تي في، ما علي الا ان استودعكم. كان معكم حمزه اغنيم مبعوث قناه اشواق تي في. الصوره لنا والتعليق لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.